أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى برنامجكم اليومي حديث الصحافة، وفيه نستعرض عناوين الصحف والمواقع الإخبارية ومقالات الرأي والتحليل ومنشورات الصحافة الجديدة، والبداية من المواقع الإخبارية. المصدر أونلاين: قتل وتمثيل وتعذيب وربط في جذوع الأشجار، الحكومة تخاطب العالم، ميليشيا الحوثي تمارس الإرهاب في الحديدة، بينهم نساء وأطفال، الأمم المتحدة مقتل وإصابة 529 مدنيا في اليمن خلال 3 أشهر، وحدة النازحين بمارب، ميليشيا الحوثي تقصف مخيم للنازحين جنوب المحافظة بالصواريخ البارسية، رئيس الوزراء: المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية في الضغط على الحوثيين لوقف التعسفات ضد الصحفيين. الصحوانيت الإرياني: تعزيز جبهات ماري بوحدات نوعية كفيل بتغيير موازين المعركة وكسر المشروع الإيراني. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء احتجاز الحوثيين 2 من موظفيها في صنعاء. العاصمة أونلاين: أرقام فساد مفزعة وموظفون على رصيف التسول، ما تيسر من فساد جحا بمستشفى الثورة بصنعاء. سبتمبر نت: وزير الداخلية يشيد بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المطلوبين أمنيا، وزير الدفاع يشهد استعراضا قتاليا وحفل تخرج دفعة جديدة من وحدة القناصة بمارب. الحرف 28، مصدر: الانتقال يعتقل أكثر من 150 مواطنا في لحج. ومن الصحافة المحلية إلى الصحافة العربية. الشرق الأوسط: تهديد حوثي للفلسطينيين في ذمار وتجنيد إجباري للأفارقة، انقلابيو اليمن وألغامهم تقلص إنتاج الحبوب بنسبة 62%، الحوثي لكوادر صحية وإدارية العمل بدون مقابل أو السجن. الرياض: نائب الرئيس اليمني يعرب عن تقديره البالغ لدور التحالف في إسناده اليمنيين في معركتهم ضد المتمردين الحوثيين. عكاظ: وزير الدفاع اليمني: لن تقف المعركة إلا باستعادة صنعاء. لإرباك الميليشيا ودعم مارب، الجيش اليمني يفتح جبهة جديدة في البيضاء، ميليشيا الحوثي تقصف مخيم للنازحين بمارب اليمنية. الخليج: معارك عنيفة بمارب، وميليشيا الحوثي تقصف مخيم للنازحين، مصرع 90 انقلابيا خلال 29 عملية للتحالف، وغارات خارج مناطق ستوكهولم. تعز ووجع المعدمين، عنوان مقال نشره موقع المشهد اليمني للكاتب عبد السلام القيسي، تحدث فيه عن الوضع المعيشي جراء انهيار العملة الوطنية وانعكاساتها على حالة الطلاب كوضع خاص. إذا جعت آخر الليل تحتاج لأكثر من 5000 كي تخرج البوفية وتأكل، إذا مررت في الشارع وتخورت بيضة من بساط البطاط فالحبة ب200 ريال يمني، ترسل أحدهم لجلب غداء وتقول له خذ معك 2 سحاوق بالجب، فتخيل كم قيمتها، 2000 ريال يمني ثمن السحاوق فقط، وبقية الغداء بكم ستكون إلى حد لا يقبله أي تصور. خبز ب1000 ريال لا يكفيك أنت ورفيقك وجبة أكل واحدة، فهب أنكما 10 ولديك بيت مكتظة بالأولاد والأهل والقربى والمعارف، كم ستحتاج من الخبز ب10000 أقل قليل. كان الخميس صبوح المعدمين كوب شاهي في الرصيف ثمنه 50 ريال، وخمس فطائر خمير ب100 ريال وهو فطور الطلاب، وتنتشي وتقضي عملك، ولكن الآن تعال وجرب حظك، فالشاي ب200 ريال والخمس الفطائر ب700 ريال يمني. تخيل هذه المذبحة يا رجل، شارع ميت جائع بشكل لا يصدق. النفر الدبل ب1000، تحتاج إذا أنتم رفقة إلى 4 دبل وثمنهم 4000 ريال، إذا قررت أن تأخذ لك حبة تونة وبصلة إلى المنزل فالحبة التونة ب1006 والبصلة مجرد بصلة ب200 ريال، شيء يفوق الخيال من المذبحة الجماعية والأسعار الجنونية، وأنت تمر بذات الشارع في ناظريك آلاف المصارف، مصارف المال أكثر من محلات البقالة، أكثر من بصلات الشارع. أنا أجن على طلاب الجامعات في مدينة تعز، وأتذكرني عام 2010 و2012 أدرس بتعز ومصروفي 1000 ريال كان يكفيني بتعز ذهاب ومجيء وقات وبعض الأكل، درسنا. ما حيلة الطلاب الآن؟ هذا نداء وليكن استجداء إلى رجال المال والأعمال والبيوت المالية في تعز،
والمؤسسات العامة والخاصة والحزبية، ماذا لو قدمتم لهذه المدينة مساكن طلابية تتكفل بسكن ومأكل ومشرب الطلاب؟ وستدخلون والله الجنة، أقسم أن حالة الطلاب تفلق الصخر، ينامون ويستيقظون بلا شيء، إضافة إلى وجع السكن. ذاتنا الجمهورية، عنوان مقال نشرته صحيفة 26 من سبتمبر للكاتب عمار التام، أكد فيه أن مشروع الإمام البغيض هو من سيوحد اليمنيين ضده لوأده ولا شيء سواه. هذه المعركة التي نخوضها اليوم لم تكن خيارنا بل فرضت علينا، ومن خرج على إجماعنا الوطني بانقلابه الذي أحال حياة اليمنيين بين مواكب جنائز ومخيمات نزوح وأمهات مختطفين ودول شتات، ومن يتحمل وزر ونتائج هذه الحرب الأساس، يجعل من أيام السنة مناسبات حشد وتجيش طائفي لحروب العبثية، لا يسلك للسلام سبيلا ما لم تخضد شوكته وتنكس رايته. يعرفه اليمنيون جيدا، فهو امتداد لمشروع إمامي دخيل، إن غضوا الطرف بمجملهم عن جرائم وإرهاب حينا بسبب احترافيته في الكذب والتضليل وضعف إدراكهم خطره على حاضرهم ومستقبلهم في كل مراحل الصراع، ثم يتوحدون لمواجهته. ولا شيء يوحد اليمنيين ويستنهض ذاتهم ويحفزها لقلب الموازين في مواجهة خرافة الإمامة كخرافة الإمامة نفسها. الشواهد كثيرة لمن انخدعوا بتضليلها وكذبها ثم صححوا مسارهم وانتصروا للذات الوطنية. وإلى الصحافة الجديدة، والبداية من الفيسبوك. محمد السادح على صفحته بالفيسبوك كتب عن معركة مأرب وصمود الأسطوري أمام الحوثي وحسن نصر الله والبخيتي. تورط الحوثي ونصر الله والخميني في مأرب، لماذا؟ لأنهم جهزوا كل ما لديهم من سلاح ومال وإعلام حربي لاقتحامها، ولكن الرجال أحفى سبب طحو تلك العمامات الثلاث بحرب لم تشهد إيران من قبل. من 2004 لم ينتصر الحوثي إلا بخيانات وغدر وبيع وشراء وأحقاد بين أبناء اليمن جيرها لصالحه. مأرب لا تنتصر لليمن فقط، ولكنها تنتصر لكل العرب الذين خسروا 4 عواصم لصالح إيران. رسالة مغربة ليست في حدود اليمن فقط، ولكنها رسالة قد وصلت إلى كل العالم، وكل العالم يقول هذه البلاد أذلت إيران. رغم كل القصف والطيران المسير وجيش اليمن ل50 عاما الذي استلمه الحوثي ومدرعات ودبابات ومختلف أنواع التعبئة والحشد، رغم كل هذا مأرب ذوبته في الصحراء وحولته إلى رماد. هذه المعركة والتي أجبر عليه أهل مأرب وكل يمني حر وعزيز هي قادسية هذا الزمن، وسوف تدرسها كل الكليات العسكرية في العالم. عبد الوهاب طواف على صفحته بالفيسبوك كتب عن دور الإصلاح في الدفاع عن الشرعية والجمهورية، نتابع. سأحترم أي حزب يسعى لإزاحة حزب الإصلاح وقيادات الدولة الحالية من المشهد السياسي، شريطة أن يحل محلهم في الميدان والجبهات ويثبت جدارته بمواجهة ميليشيا الحوثي أولا، وأن يقدم مشروعا سياسيا بديلا حتى عن الشرعية فأهلا وسهلا به. أما أنهم فقط يريدون نصيبهم من بقايا مغارم السلطة ولا دخل لهم بمغارمها، فهذه اسمها سلبطة. أما الدوشنة في الإعلام والساحة ضد شرعية والإصلاح فنحن نعتبرها جهودا ممولة وإسقاط واجب مقابل ما يستلمونه من دراهم. على فكرة لست إصلاحيا ولا أؤمن بالأحساب الدينية بكل أشكالها وأنواعها، أؤمن فقط بدولة ودستور ونظام وقانون يحمي الكل. أما أيمن الكمالي المدير التنفيذي لمركز تعز الحقوقي على صفحته بالفيسبوك فقد أورد إحصائية عن جرائم الحوثي التي ارتكبها في محافظة تعز خلال 6 سنوات من الحصار والقتل. تعاني مدينة تعز من الحصار والقصف العشوائي على المدنيين منذ 6 سنوات، حيث تشير الأرقام والإحصائيات الموثقة بحسب مركز تعز الحقوقي منذ مارس 2015 وحتى نهاية العام 2020 إلى مقتل 3590 مدنيا، بينهم 761 طفلا و347 امرأة و289 مسنا، وإصابة 13736 آخرون بينهم 3155 طفلا و1180 امرأة و700
و64 مسنا جراء أعمال القصف والقنص التي نفذتها جماعة الحوثي خلال 6 سنوات من حربها على مدينة تعز، مستهدفة أحياء وشوارع وأسواق المدينة والمناطق الريفية المحيطة بها. الصحفي مازن عقلان على صفحته بالفيسبوك كتب عن معاناة محافظة تعز مع انعدام الغاز المنزلي. الغاز يخرج من محطة صافر بمارب ويصل إلى كل المحافظات اليمنية شرعية وانتقالي وحوثية، ورغم الحرب الطاحنة مع الحوثي ما قطع أصحاب مارب الغاز على صنعاء ولا احتجز أصحاب أبين حصة عدن ويافع وسقطرى من الغاز المنزلي. تنطلق المقطورة من صافر وتصل إلى الحديدة وإب والمهرة والضالع وذمار ما أحد يعترضها إلا حصة تعز، يتم التقطع لها بشكل دائم من قبل مسلحين في لحج، مرة يسمح للغاز المنزلي يدخل تعز ومرات يصادر الكمية ويحولها سوق سوداء جهة الحوبان ويافع بالتواطؤ مع صاحب محطة الفرشة. الدكتور محمد جميح غرد في تويتر عن انتكاسات الحوثية التي مني بها في محافظة مأرب. صحيح أن الحوثي تقدم مؤخرا بمارب، لكن ما لا يعرفه البعض أن الميليشيا تتقدم نحو الجبهات التي كانت جحيما عليها. استغل الحوثي تقدمه الأخير للتحشيد، لكن معاركه الأخيرة جنوب وشمال غرب مارب كانت وبالا عليه، ونشوة التقدم الأخيرة انكسرت خلال معارك الأيام الماضية مع سقوط 100 القتلى. الناشط الشبابي إبراهيم عبد القادر في تغريدة له بتويتر كتب عن استهداف ميليشيات الحوثي لمخيمات النازحين في مأرب وموقف المنظمات الدولية. جريمة استهداف مخيمات المهاجرين والنازحين بصواريخ الحوثي الإيرانية أصبحت جريمة لا تلفت أنظار المجتمع الدولي ولا الأمم المتحدة ومنظماتها، حتى أضحت ممارسات يومية يقوم بها الحوثيون في مأمن يتم سحقهم وهزيمتهم في الجبهات فيذهبون لاستهداف المدنيين لتعويض الخسائر. سعود سعيد اليوسفي مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات غرد عن قصف الحوثي لمخيمات اللاجئين في مأرب وموقف المنظمات الدولية. قصف عشوائي من قبل الميليشيا الحوثية بالقرب من مخيم الرحمة ومخيم الحمة التي يتم إدارتها من قبل منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة. هل سنرى إدانة من قبل منظمة الهجرة الدولية أو من المنظمات الدولية الأخرى أو مكتب الأوتشا، أو أن هذا الموضوع لا يخصهم؟ أما الصحفي سفيان جبران فقد كتب على صفحته بالفيسبوك أيضا عن موقف المنظمات الدولية من الحوثي الذي يقصف مخيمات للاجئين في مأرب. منظمات دولية لتدليل المجرمين الحوثيين، اليوم قصفت ميليشيا الحوثي الإيرانية مخيم للنازحين في مارب، لا أحد يتكلم، لا أحد يهتم. إضافة إلى ذلك تصل طائرات المساعدات الإنسانية بشكل دائم إلى صنعاء ويتم تسليمها للحوثيين، بينما لا يصل للمستحقين منها إلا الفتات. أزمة اليمن الإنسانية التي سببتها ميليشيات الحوثي موضوع تغريدة الكاتب والمحلل السياسي علي الذهب. عدنان. يعيش اليمن أسوأ أزمة إنسانية، وهذا التوصيف ليس للاستهلاك السياسي أو الدعائي، بل إنه الحقيقة التي لا نصير لها. بيوت خالية من الزاد اليومي ومرضى بلا دواء وضغوط نفسية تخلف وراءها كوارث أسرية مدمرة وتعليم رديء وأخلاق منحطة لا عهد لنا بها. فوق ذلك هناك من يمعن في القتل ليحكم. عدنان العديني في تغريدة له بتويتر كتب عن إنجازات محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو. الرجل الذي اقترن اسمه بالتنمية والمعرفة في زمن كدنا ننسى هذه المصطلحات، وفي الوقت الذي تسربت الموارد من شقوق الفساد كان محمد بن عديو يصنع من قلة الموارد إنجازات مشهودة. همدان العلي في تغريدة له بتويتر استنكر الحملة التي تطال محافظ محافظة شبوة بسبب مواقفه الوطنية. عادة أحرص على عدم الخوض في الخلافات التي تحدث في المحافظة الجنوبية، لكن الحق يقال هنا لا مبرر منطقيا لما يحدث من استهداف لمحافظة شبوة. كل هذا التحريض والتهييج للشارع يخدم الحوثي فقط، تماما كما كان استهداف الحكومة في عدن لصالح الحوثي. نحن نخدم إيران بهذا الشكل.
النائب البرلماني شوقي القاضي اعتبر الحملة التي تشن ضد محافظ شبوة استهداف لرجال الشرعية المخلصين لصالح مشاريع الارتزاق. الحملة المشبوهة ضد بن عدي ومحافظ شبوة تأتي في إطار أجندة استهداف الشرعية وإفراغها من رجالها الفاعلين المخلصين لصالح المشاريع الارتزاق والانبطاح وتمزيق الوطن والنسيج الاجتماعي، وما لم يستطع أحرار اليمن لمواجهة ذاك المشروع فإن الدورة قادم لمن تبقى، وسنقول أكلت يوم أكل الثور الأبيض. تحرير قطاع الاتصالات من هيمنة ميليشيات الحوثي ضرورة ملحة، عنوان تغريدة للصحفي علي العقبي في تويتر. للعام السابع للأسف وزارة الاتصالات لم تلعب أي دور في تحرير قطاع الاتصالات والإنترنت، ولم تندد بالإرهاب الذي مارسته ميليشيا الحوثي الإيرانية مؤخرا بعزل أكثر من 3 ملايين يمني في مأرب بقطع شبكات الاتصال واستهداف أبراجها من أجل التغطية على جرائمها في استهداف المدنيين ونشر الشائعات. وبتغريدة الصحفي علي العقبي التي تحدث فيها عن ضرورة تحرير قطاع الاتصالات من هيمنة ميليشيات الحوثي نختم حلقتنا لهذا اليوم، ونلقاكم في حلقة مقبلة في أمان الله.